السلام عليكم، لك كيفكم؟ لك ان شاء الله تكونوا بخير وصحة يا رفاق. لك رمضان كريم، ينعاد علينا وعليكم الخير والصحة والعافية يا رب. شباب وصبايا، اليوم رح نكمل مع بعض ايام مضت. بتمنى تدعمونا وتشتركوا قناتنا وتفعلوا زر الجرس حتى يجيكم اشعار كل ما بننشر فيديو. يلا بينا شباب للحماس، اكشن! اخر مرة وصلنا لهون، كنا رايحين هالطريق وما كمل معنا. رح نكمل الطريق ونستكشف مع بعض. يلا ليتس جو. وصلنا. انا عارفة حاسس. محتاج ايه؟ الله، عندك مشكلة؟ تعال شوف ياكوب. ياكوب، انا اظن ان ليون جاب لك ده. هذا ليون اللي قتلته باول حلقه، جبت له هذا. قرار صح، قرار صح. روح لماني، ممكن يساعدك في حوار الموتوسيكل. في حوار الموتوسيكل، ماشي. شكرا شكرا. هلا مي رايح له، راح استكشف لحالي هذا المكان. انك احسن. وين نروح نتجه؟ راح نتجه لهون. يلا بينا. اهلا ماني. لا خلص. لا تعال. يا سلام، موتوا بقى. يلا جايزة. يلا يلا لا هروب هروب. في مكان لازم نستكشفه، خلينا نستكشفه مع بعض. تعال جيت على اموتك. يلا يلا تمام كده. تيجي نشوف. يا سلام، في رصاص. كويس. تمام. منيح وقفنا. خلينا نكمل الطريق، يلا يا صديقي. شوية من سفلة، ما ينفعش أسيب أي واحد منهم يخرج من هنا صاحي. وصلنا. رجالة جايين. لا تعال.
لازم اقتلهم كلهم، لازم اقتل السفلة المجرمين دول لحد اخر واحد فيهم. بودي ايوه، ايه رايك في كده؟ تمام ها، دلوقتي جه دور بقيتكم. بلوم دبي الكون لن ارحمكم. ايه ده؟ يا سلام. مش هتحتاجوا في حاجة. ايه ده؟ اوكي. تعالوا. تعال 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 تعال. شفت حد؟ شفت حد؟ لازم بخطط. يا سلام. قال يقتلوني اللي جدوا. خليكم جنو. تعالوا تعالوا. هلا بفرجيكم قيمتكم. اجلد. مش مهم، مش كتير يعني. اول شي نعبي دم، تاني شي خذ هاي.
علي، كم واحد لازم اقتلكم؟ صار في اثنين. ضل واحد. تعال. خذ هاي. لحيتي. هذا خلاص. خالص. ايه رايكوا في الموضوع ها؟ بعد ما وقعتوا في الفخ عجبكوا كده؟ ده انتوا شويه سفله مجرمين. لك السفله بس. اذاعه اوريجون الحره الحقيقه تخليك حر. احنا موقفنا شبه الموقف في البلاد الغربيه، لكن مجموعه من الناس بتتصرف كان القانون والنظام موضه قديمه. لكن في النهايه احنا لسه في الولايات المتحده الامريكيه، وفي امريكا محفوظه. احنا عندنا حق نتملك الاراضي ونتمسك بيها وندافع عنها. طبعا اخذنا الارض دي من الهنود، مش لازم التاريخ يتكرر تاني. احنا اخذناها بالقوة، والقوة هي الحاجة الوحيدة اللي بتحركنا كلنا. احنا مش هنخضع لشوية بلطجية. لو الفيدراليين او السفاحين او النهابين فاكرين انهم يقدروا يتسللوا الارضي، هضطر افهمهم حاجة، ان البقاء للاقوى، الفوز طبعا البقاء الأقوى، وإن الأقوى هيقدر وهينجح. طبعا معكم مارك كوبلن من إذاعة أوريجون الحرة. ما تصدقوش الإشاعات. إيه الهبل اللي أنت بتتكلم عنه ده؟ بس أيوة عندك حق في حوار إن القوة هي أهم حاجة دلوقتي. القوة وذخيرة كتيرة جدا. يلا ممكن أعمل حاجة بالبتاع ده. هات لعلك شو في معك. ما اضل معكم شيء. هذا لازم استكشف فيه شيء، لازم استكشفه. تعال شوف. بنزين أول شيء أنا محتاجها. عبي هو ده. هو ده. تعال انزل. اخيرا شفت المكان. ايه ده؟ خريطة وملاحظات. تمام. يا سلام. في شوية. هاي أول مرحلة خلصناها. الصناعة. تمام. المنطقة. اوكي. Let's go.
لا لا خذ هاي انت بالسكينة هيك هيك مع السلامة ها يا خوانا يلا يا زلمة مو طبيعيين يا زلمة تجي كمان دورك خذ هاي يلا جايزة في حدا واحد تاني يكون نصيبه لسه هنا وصلنا لهون وانا محتاج كم سنة عشان كل ده يخلص بقى خالص في حدا مخيم لاجئين كويس ايوه احسن لكم كلكم تفضلوا هنا منظمة نيرو ما حمتكوش من اي حاجة تعال اشوف Yeah.
يلا. خذ هاي. يلا يا سلام. اوكي شلون بدي اجي؟ لهون. معناتها في مخرج ثاني. في شيء هون؟ خليني اول شيء نستكشف المكان. نعبي بنزين. يلا بينا. خلصت. تمام هيك. خلينا نجي هيك. لازم المدخل نقلب على الجهة الثانية. هيك تمام. هي اول جهة وهي تاني جهة. خليني اتخلص من هدول لان هلا بيزعجوني. هيك اوكي. هالطريق مسدود مع الطريق اللي بعده يعني يمشي. من نجي هداك من هداك الباب. اوكي بعدها رح نفوت هيك ونطلع من هداك الباب. تمام هيك طلعنا. اوكي مش هنا فاهمين؟ كله في اي حتة عايزينها بس مش هنا. وهي التانية بتاعي مش بتاعكم فهمتوا ده؟ هذا المعسكر يطلع مفيش تاني ليكو. اخرجوا برا معسكري. اوكي تعال واحد واحد. يلا موتي. كم واحد من السفلة دول موجود هنا ها؟ من هدول السفلة؟ تعال. هذا معسكر معسكري. فاضل حد منكم؟ قد ايه؟ تعال. يا
خالصين. ده آخر واحد منهم. أهلا، إزيك؟ أنا خلصت عليهم برا، هم مش هيضايقوك تاني. هذا قبر حبيبته أجا يزورها. لازم نمشي. ديكن لازم أقول لك على حاجة. مفيش مشكلة. عم تغير. أنت قلت لي ما نرجعش وأنا ما سمعتش كلامك، كنت عارفة إن الوضع هيسوء بس أنا ما حدش كان يعرف إن الوضع هيتطور بالشكل ده بسرعة كده. أنت مش فاهم أنا هعمل إيه لو خسرتك. دي غلطتي أنا. اسمعي، إحنا مش هنفترق. أنا وعدتك، فاكرة؟ ديكن استنى. سارة يلا، في طفلة هنا. لحظة. هاي أنت كويسة؟ يلا ندور على أهلك، اتفقنا؟ يلا بينا. يلا. الله. خبر. خبر. الجرح عميق. أنا ما افتكرش إن الجرح جامد. خبر. طيب. اسمعي. امسك كويس على قد ما تقدري. تجري؟ ما افتكرش بس أنا هعرف أمشي. تمام كده كويس. خلاص قربنا. تمام. الله الله الله. ساعتين المكان كان. الله سهلنا القصة. ايوه ايوه اكيد هما مشوا. حرارتها عالية. يمكن السكينة جرحت كليتها او حاجة، دي بدأت تنزف. ازيك يا صديقتي؟ غبية جدا، كانت صغيرة. دي طفلة صغيرة. دي طفلة غريبة جدا. معاها سكينة كبيرة. هاي ساعدني. جرحتها بالسكينة يا طفلة. هو عاد بالضبط جرحتها. حشد تاني. لازم ما نكونش هنا لما يوصلوا. لازم نوصل للسطح وبعدها نشاور لواحدة من الطيارات. تمام. نشوف لو هترتاحي هنا. بالراحة بالراحة. بالراحة بالراحة. فكرتني قوي باختي الصغيرة، فاهمني؟ كنا بنلعب لعبة الاستغماية دي طول الوقت. كانت بس متخبي راسها في لبسها كده بالظبط. اتصبت كتير بس مفيش شبه ده. حرارتها عالية. اعرف. بص لهم. لازم نتحرك. يا طول الاكشن. حبيبتي قادرة تتحركي؟ تمام. هيا معايا. ليش اجروا على المهرب؟ روب. الله. اخرج من هنا. استنوا. تمام. استنوا. يلا بينا. استنوا بالراحة بالراحة. بتفكر في ايه؟ تمام. الفت انت انتباهه وانا هحاول اسحب. انت تخلي الدواء وانا لما تجيب اجل. ما تقلقش يلا. او بلفت هاي ليه كده؟ يا فندم. لا 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 انا اعزل، معيش سلاح. اخرج من هنا. ارجوك اسمعني، صاحبتي برا ومصابه وبنحاول نوصل للسطح. انت قتلتها. قتلتها. اسمع، قتلت مراتي. او لا 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 اسمع بس، ما اعرفش حاجه عن قتلت مراتي. بس انا ذنب ما عملتش. قتلت مراتي. انت قتلت مراتي. انت قتلتها. قتلتها. اوعى. قتلتها. ما كان بدي اقتلك ليه؟ اللي بيحصل ده يا زلمه. احسن ما تعرف. محتاجين مساعده، هي مصابه. ايه اللي حصل لها؟ لا هي مش ايا كان اللي حصل بره، هي اتضربت بسكينه. مش هركب حد تاني. تمام. اسمع يا اوبراين، لو هي ما راحتش للمستشفى اعرف انها هتموت. مفيش مستشفيات تاني.
فعلا ما فيش مستشفى تانية؟ اكيد في دكاترة، حجر صحي، وحدة الجيش. بص انا لسه طالب، انا متطوع هنا ومش مفروض اكون برا اصلا. راين ما فيش غير عين الحمراء. ماشي بص، انا عندي مكان الاثنين بس. اثنين يعني ايه؟ ما فيش غير مكانين لينا بس؟ محمولة زيادة، فاهمين؟ اثنين بس، اثنين. طيب ماشي، ساعدني. يلا يلا يا حبيبتي، كله تمام، هتبقي كويسة. خدتها. هي انا هرجع على طول. هرجع لك بعدين من اخير الكمات. يلا بينا، لازم نركب دي، لازم نركب الطيارة. أنا دي انا سمعته، في مكانين بس في الطيارة. يلا امشي معاها. لا انا ما بتركك شمس، ده تركك. عدى على ظروف اسوأ من دي. صح، انت صاحبي، ما فينا اتركك. هذا القصة كاملة هلا بتحطنا، بعدين هو انجرح رفيق بوقتها. رايح فين؟ حرقت ايده يعني. فين فين؟ معسكر اللاجئين غرب ثري فينجر جاك. لا بوزر عمره ما هيعرف ينجو من غيري. عايزاني ارجع، لكن بوزر عنده حق. ما اقدرش اساعد نفسي. ده زي ما قلت هرجع، راح ارجع ازورك طبعا، لانه بيحبه ما راح ينساها. لا يا بوزر، طيارة نيرو تانية، بيعملوا ايه هنا؟ الله